فقال الله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة ما يحول بينك وما بين الشيء الذي تريده. الله يقول: حق على من جمع مالا ألا ينفقه في الضياع، ومن رزق عافية ألا يسير بها في الفساد. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، بين جل وعلا الطرائق لاقتحام المشاق، الطرائق لاقتحام العقبة. قال: فك رقبة، تحتمل ثلاث معاني. أولا، كلمة رقبة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. الله يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ما معنى واسجد واقترب؟ صلي. فقوله واسجد يعني صلي، لكن السجود ركن من أركان الصلاة، فأطلق الجزء وأراد الكل. هو معنى قول الله عز وجل فك رقبة، ذكر الرقبة وقصد البدن كله، ذكر الرقبة وقصد البدن والروح كلاهما. وتحتمل، قلنا، ثلاث معاني. المعنى الأول وعليه الجمهور أنه يأتي إلى شخص مملوك فيعتقه، فيفك رقبته، أي بعد أن كان مملوكا أصبح معتقا. هذا الأول. الحالة الثانية، فك رقبة في الأسرى، أسير من المسلمين أسره كفار، فيأتي مؤمن فيفديه، فيكون ذلك قد فك رقبة، وهذا من أعظم الخير. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وهي من حيث الفطنة أكبر، فك رقبة يعني فك رقبة نفسك من النار، اجتهد في فكاك نفسك من النار. وهذا من لوازم الأول، لكنه أكمل في النصح للناس.